عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا روحنا في ايدينا ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود وتصحي مارد ألف شهيد وشهيد ألف بطل وبطل حكايات وقصص تستحق إننا نحكيها لكن صعب نكون زي اللي قدموا أبطالها في الواقع من نبل وشجاعة وفداء إزاي تتقمص روح شخص عنده استعداد يفدي وطنه بروحه ودمه إزاي تستحضر لحظة الإقبال على الشهادة من غير خوف الإيمان بحق الوطن بدون ذرة شك إنك تحط روحك على كفك بدون ما تفكر ثانية إنك تتراجع عشان كل البطولات دي بنأدي دورنا دور الفن المؤمن برسالة الوطنية والانتماء مين ينسى حليم وأم كلثوم وغيرهم كتير الفن هيفضل طول عمره ظهير للوطن البطل أم البطل بنت البطل زوجة البطل أدوار حاولنا نجسدها وبنهديها لكل أم وزوجة وبنت لكن الحقيقة دايماً أكبر وأعمق والألم أكبر وأعمق بس الوطن أكبر وأكبر الاختيار مش مجرد اسم الاختيار معنى إنك تكون نور وطريق للوطنية أو إنك تخون العهد اللي أخدوا المصريين على نفسهم على مر التاريخ وإحنا اخترنا العهد عهد الوطنية والانتماء وزي ما حضرتك عهدتنا ووفيت إحنا كمان بالعهد كفنا وعمرنا ما هنتخلى عن دورنا إحنا اخترنا مصر